أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة بروكلي بالبشاميل. المقادير: كيلو بروكلي، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة متوسطة الحجم، زيت للقلي، ملح وفلفل وبهارات، نص كيس جبنة موتزاريلا مبشور، 3 معالق دقيق، كوباية ونص مية، كوباية ونص حليب، بيضة. هنقول دلوقتي طريقة التحضير. حطي 3 معالق زيت على النار وحطي عليهم الدقيق وقلبيه لحد ما يكون لونه ذهبي، وبعدين حطي عليه المية والحليب وقلبي الخليط، وحطي عليهم الملح والفلفل والبهارات المطلوبة، وبعد كده سيبيه يبرد. دلوقتي حطي اللحمة على النار مع البصل والبهارات والفلفل، وأول ما يقرب يستوي حطي عليه الملح، وبعدين اغسلي البروكلي واسلقيه في مية مغلية، وممكن تسلقيه على البخار عشان ما يكونش طري قوي. وبعدين قسمي البروكلي زهرات صغيرة، وهاتي صينية فرن وحطي فيها مغرفة من البشاميل في قاع الصينية، وبعدين رصي شوية من زهرات البروكلي وحطي فوقيها اللحمة، وارجعي حطي تاني مغرفة بشاميل، وكرري الطريقة دي لحد ما تنتهي من الكمية كلها اللي عندك. وفي آخر طبقة حطي باقي البشاميل ورشي شوية موتزاريلا على الوش، وبعدين حطي الصينية في فرن متوسط الحرارة لمدة 30 دقيقة. ويا رب أكلتنا تعجبكم، وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.